نكسب أسوان، تعالوا نكسبهولك. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع إمام. النهاردة خلص ماتش نادي الأهلي وأسوان 3-0. فكركم بحاجة 3-0 دي ولا إيه؟ 3-0 النهاردة النادي الأهلي قتل بيها الماتش في الشوط الأولاني. كلنا شفنا شعب أسوان الجميل، ليه كل الشكر وكل الاحترام على الأدب والأخلاق والتنظيم الرائع، وكمان الاستقبال الجميل من محافظ أسوان، والاستقبال الجميل جدا من جماهير أسوان المحبة لكرة القدم. اللي احنا بنقول هنا يعني شوف الفرق بين الجماهير، شوف الفرق بين المعاملة، شوف الفرق بين الأسلوب. فعلا نادي كبير نادي أسوان وجماهيره كبيرة جدا، شكر ليهم جدا 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 على اللوحة الجميلة اللي كانت موجودة النهاردة في ملعب أسوان. النهاردة النادي الأهلي بدأ الماتش وهو عايز يعوض اللي حصل في الثلاث ماتشات اللي فاتوا اللي خسر فيهم. فالنادي الأهلي كان داخل النهاردة يخلص على الماتش من أوله ويقول كلمته في الدوري المصري. النادي الاهلي النهارده بيتصدر الدوري المصري ب 40 نقطه ومنتظر فرق الفيوتشر وبيراميدز. ويسلمني بقى على الزمالك ان شاء الله كده، شوف جاي امتى ولا مش جاي اصلا. النادي الاهلي داخل النهارده بيه الشناوي في حراسه المرمى، يمين شمال خالد عبد الفتاح ومحمد اشرف، في الدفاع عبد المنعم ومتولي ورجوع بقى لزمن الدفاع الجميل. خط النص كان بيلعب فيه مروان عطية واختيار مميز جدا للكولر في المكان ده، ديانج أفشة، يمين شمال حسين الشحات عبد القادر، وقدامهم محمود كهربا. الحمد لله على سلامتك يا كهربا. كهربا كنا عارفين ان هو كان عنده دور برد شديد، هو اللي كان مغيبه الفترة اللي فاتت دي، والحمد لله رجع بالسلامة ورجع بأول هدف في اللقاء كهرب الماتش. حقيقة ماتش النهاردة داخل كله يعني اللعيبة داخلة تعوض وداخلة تثبت يعني حسن نيتها وحسن كفاءتها. ليه بقى؟ انت الماتش الجاي عندك سان داونز يوم السبت، فانت النهاردة الماتش ده لازم كان لازم تكسبه. الماتش ده كان لازم تكسبه ليه؟ لانه هيقوم عندك الدوافع مرة تانية، هيكتر عندك الدوافع انك تكسب ماتش سان داونز، وكمان تجربة هايلة جدا قبل الماتش ده وتدريب كبير جدا قبل الماتش. كلنا طبعا شفنا كل اللعيبة وهي بتحاول، كلنا شفنا كل اللعيبة وهي بتحاول تسجل على المرمى وهي بتشوط من بره خط ال 18. كلنا شفنا النهاردة اسيستات حسين الشحات، وهو ده يا جماعة الشحات اللي كان في العين الاماراتي، هو ده النسخه اللي احنا كنا عايزينها بقالنا كام سنه من ساعه ما جه النادي الاهلي. دي النسخه اللي احنا عايزينها، ده الشحات اللي احنا نفسنا فيه من زمان. اتمنى الشحات يفضل على المستوى ده. النهارده كسب راجل المباراه ويستحقها بكل جداره. النهارده بشارك في الثلاث اجوان، ثلاثه اسيست من حسين الشحات ومن لمسات مروان عطيه كمان، فكل الدعم ليهم. لعيبه كفاءتها عاليه جدا، لعيبه سوبر فعلا اللي اتقال عليها سوبر. مروان عطيه النهارده مشارك في اخر هدفين، هو اللي عمل قطع الكوره وهو اللي عمل باص لحسين الشحات، وحسين الشحات جابها جميله جدا لعبد القادر، والكره الثالثه لقفشه، واول كوره لكهربا. وكلنا طبعا شفنا كهربا عمل ازاي في اول جون، والارتقاء العالي الجميل وجاب الكره في الجون بكل سهوله. ده اللي احنا عايزينه، الكوره سهله ما تصعبهاش على نفسكم. شفنا بقى تضييع كمية كور في الشوط التاني ما يعلم بيها الا ربنا. فانت محتاج انك يكون عندك الدافع انك تسجل بدل التلاتة 10، يجي لك 10 فرص تسجل منهم حتى 5، لكن ما جالكش 10 تسجل 3 وتسجل 2. النهاردة شفنا شادي حسين وهو بيحاول يتأقلم مع الجو، بس يعني شادي حسين للأسف يعني كان حلو جدا في سيراميكا كليوباترا جدا، وده بيدل ان اللعب في الانديه المتوسطه او في اخر جدول او في نص الجدول مش زي الانديه الكبيره. شادي حسين اهلاوي ومشجع اهلاوي قديم، وانا نفسي بجد ومن اكتر اللعيبه
اللي نفسي انها تسجل ونفسي انها تكون فعلا هجمين النادي الاهلي، انه فعلا شادي حسين من الشخصيات الجميله جدا ومن اللعيبه القويه جدا. فان شاء الله ان شاء الله فرصتك هتجيلك وهتسجل وهترجع لك ثقتك في نفسك مره تانية، ونشوف عماد متعب جديد ونشوف احمد بلال جديد. ده تشكيل كان 100 100، 10 10، محدش يقدر يتكلم فيه. الشناوي صد كوره ولا اروع، برافو عليك يا شناوي، انتقدناك في الماتش اللي فات بس لازم تاخد حقك في الماتش ده، انت كنت رجل يعني مباراه وقائد فعلا في الملعب، برافو عليك، واتمنى الاستمرار واتمنى فعلا ان يحصل بقى تغيير شويه، ان الشناوي يريح شويه لانه كتير عليه كده جدا الصراحه، يريح ماتشين ثلاثه بس. طبعا في الماتشات اللي جايه اللي هي في الدوري مش ماتشات افريقيا، احنا محتاجينه جدا في ماتش سان داونز والماتشات الكبيره في افريقيا، ولسه داخلين على بطولات كبيره جدا، فممكن جدا نشوف لعيبه زي علي لطفي، زي مصطفى شوبير، زي مصطفى مخلوف، كلهم بيشاركوا ان شاء الله باذن الله. كله هيحصل يعني عمليات التدوير دي، وكولر مركز جدا في النقطه دي، وبنشوفه في كل ماتش الفتره دي بيغير ويبدل مراكز مكان مراكز، وريح علي معلول، وريح محمد هاني، وريح حمدي فتحي، وريح شريف. النهارده كمان شفنا احمد القندوسي ولعيب عالي جدا يعني ملامح ابو تريكه، ويعني اللعيبه اللي هي تحس كده فيها قبول. احمد القندوسي لاعب مهاري جدا، لاعب بجد ان شاء الله نشوفه بيشارك قدام سان داونز، لاعب اداؤه مختلف، لمسته حلوه، لاعب اشول، احنا محتاجين واحد اشول في نص الملعب، وتشوف بقى الجمال والحلاوه اللي هتطلع من رجليه عامله ازاي. فان شاء الله يعني نشوف نسخه مميزه جدا للنادي الاهلي الفتره الجايه بلعيبه تقيله. يعني طبعا التعليق على الحكم ما بيصدقوا يجوا حاجه على الاهلي، ما بيصدقوا يعني الكوره النهارده بتاعت ضربه الجزاء دي ولا ليها اي لازمه، ما لهاش اي حاجه خالص، ما فيش اي حاجه اصلا، اتجابت من كادر تاني ما لمسوش اساسا، ولكن الحكام بتوعنا الجمال لازم يحسبوا اي حاجه على الاهلي. وكمان الحكم المساعد الجميل اللي اللعيبه بتتفرم قدامه على الارض وهو لا عادي مش حاجه، كمل لعب يا ابني، انت بتعمل ايه؟ انت تقعد قدامي ولا ايه؟ مفيش دم. فما علينا، الحمد لله وده اللي احنا عايزينه، انت اكسب وما تركزش مع الحكام، هات 3 4 تجوان وسيب بقى الحكام تخبط في بعضها في الملعب، مالكش انت دعوه، تمام؟ لانك هتطلب حقك مش هيديهولك. من الاخر، مصر ولا بره مصر مش هيديهولك، افريقيا كلها كده، حكام افريقيا كلها كده، مفيش حاجه معدل. يعني اللي هو جوميز اتمنى يعني الله اعلم، يعني كان الكلام ان هو خلاص بيعتزل اساسا. ف ان شاء الله يعملوا اللي عليكم، كل الدعم ليكم ان شاء الله في ماتش سان داونز اللي جاي، باذن الله نكسب وباذن الله نعدل موقفنا شويه في دوري الابطال، نرجع للانتصارات في افريقيا مره تانية ان شاء الله. في اخر الحلقه هبقى اعرف رايكم في التعليقات، عجبتكم شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.